وإلى حدود مساء هذا اليوم لا تزال الحالة والوضعية الوبائية مستقرة بإقليم الحسيمة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن المصالح الصحية تهيب بالساكنة استشارتها في حالة ظهور بعض أعراض داء كورونا والالتزام بالتدابير والإجراءات اللازمة والمتخذة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية. روبورتاج من الحسيمة لفؤاد العزوزي ومحمد حجوب. معظم سكان مدينة الحسيمة اختاروا المكوث في المنازل على الرغم من عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا على صعيد الإقليم. الوضعية الوبائية مستقرة إلى حدود مساء اليوم مع تسجيل 6 حالات مشتبه في إصابتها. محا عكي المدير الإقليمي لوزارة الصحة بالحسيمة يؤكد ضرورة استشارة الساكنة للمصالح الصحية في حالة ظهور بعض أعراض المرض، خاصة بالنسبة للأشخاص القادمين من أوروبا. في الإقليم ديال الحسيمة تسجلت عندنا 6 ديال الحالات اللي هما خديناهم في المستشفى بعد التحليلات الطبية، تأكدوا بأنه خال من المرض. ودابا في الإقليم ديال الحسيمة الحمد لله لم تسجل إلى حد الآن أي حالة، ولكن تنطلبوا المواطنين بأنه أي واحد اللي تتكون عنده الحال العلامات ديال المرض ديال الروح، كيف ما بقات تكون بحال الالم في الراس، بحال السعال، بحال نوع من العياء، هادو هما العلامات ديال الروح، يستاشر بنا خاصه الناس الوافدين من الدول الاوروبيه مثل بلجيكا، مثل فرنسا، مثل ايطاليا. تم اختيار مستشفى القرب امزور لاستقبال كل الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا على صعيد اقليم الحسيمه. المستشفى يتوفر على طاقه ايوائيه تصل الى 12 سريرا وغرفتين للعنايه المركزه. وأمل الساكنة أن تظل الوضعية الوبائية مستقرة بفضل انخراط ووعي الجميع. إلى حد الآن نرى الحالة مستقرة وغادية في هذه الأمور، ونشكروا الساكنة ديالنا الحمد لله على الصعيد الوطني اللي استجبوا لهذا النداء وجلسوا في ديورهم تبارك الله واعترفوا بهذه الأمور، خاصة في إقليم الحسيمة اللي لاحظنا الحمد لله الساكنة جالسين في الديور ديالهم، الشوارع قاوية، والحمد لله هذا تيدل على الوعي ديال الساكنة ديالنا بالخطورة ديال هذا المرض. عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى إقليم الحسيمة لا يعني البتة عدم توخي الحذر وترك الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، خاصة إجراء المكوث في المنازل. قد شخصنا الداء وما من دواء اليوم إلا الوقاية والوعي بأسباب ومسببات هذا الوباء.